بداية قمة أخرى لمجموعة 77 زائد الصين تنعقد بعد 19 سنة من القمة الثانية التي جرت بالدوحة. يقول الرئيس الجزائري إنها تكتسي أهمية بالغة كونها تشكل مناسبة متجددة للتأكيد على روح الوحدة والتضامن والتكامل والتعاون لبلوغ التطلعات المشتركة. ما المنتظر من القمة ومن المجموعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الدعوة. أهلا وسهلا. قبل ما نتحدث عن عما تكتسي هذه القمة خاصة في هذا الظرف، نعم، ومع هذه التحولات والحروب في العالم، لابد أن نضع المشاهد أو نضع الناس في هذه المجموعة، لأن قليل ما يسمع عنها الكثير من الرأي العام. أولا، هذه المجموعة هي تكونت وتأسست في 64 داخل أروقة مجلس هيئة الأمم المتحدة، وأول لقاء تأسيسي وهيكلة هذه المجموعة تم في الجزائر 67، حيث تعرف بهذه المجموعة 77 بقائمة على ميثاق الجزائر، بمعنى الجزائر تأسست في الجزائر، تكتلت وتأسست وتهيكلت في الجزائر، وهي مجموعة 77، ولكن إلى حد الآن تضم أعضاءها 135 دولة. 135 دولة بقوا محافظين على الاسم تاع 77 لرمزية هذا الرقم، نعم، ورمزية هذا التأسيس. زاد أنضافت إليها الصين في 96، الصين كانت عضو ملاحظ مراقب متابع حتى انضم رسميا إلى، فتسمى مجموعة 77 والصين، نعم، ولكن هي الآن فيها 135 دولة، تقريبا ثلثي الدول في الجمعية العامة، معناتها أنت تشكل ثقل من حيث العدد. ثانيا، أن هذه المجموعة هي مجموعة الدول في الجهة الجنوبية، جنوب العالم، كان الشمال والجنوب. ثانيا، أن هذه المجموعة خرجت، دخلت جمعية الهيئة الأممية، دخلت بسيادتها بعد مرحلة الاستعمار القديم أو الاستعمار. تقريبا كلهم، أغلب الدول عاشوا الاستعمار والاحتلال والهيمنة الاستعمارية وخرجوا منها، فلم يكتمل استقلالهم، هما هذا الذي اجتمعوا عليه، لا يكتمل هذا الاستقلال إلا بالاستقلال الاقتصادي، لأن الاستعمار خرج من هذه الدول، خرج من الدول ورجعت لها السيادة، لكن الاستعمار بالصيغة الاقتصادية، بصيغة نهب الثروات، بصيغة السيطرة على التنمية وغيرك، ما زال قائم، فتكتل هذه الدول. فأهمية هذا التكتل، أولا يشكل قوة عالمية، معناتها إذا تم استغلال هذا التكتل في تقوية التنسيق والتعاون والتبادل والتنمية المشتركة والسيولة الاقتصادية بين هذه الدول، نظرا لأن هذه الدول أولا قوتها في الثروات، نعم، قوتها في الثروات، طيب. هذه المسألة.